كل الفصائل، ونحث قواتنا المسلحة العراقية من الضباط الشرفاء الذين فعلا يستبدون قوتهم من أهلهم ومن شبابهم ومن أبنائهم ومن أقاربهم ومن الشعب العراقي، أن يقفون وقفة رجل واحد مع شباب تشرين، لأنه شباب تشرين لم يعودوا شباب تشرين فقط، شباب تشرين تحولوا إلى شباب ثورة عراقية تحررية وطنية كبرى لإسقاط هؤلاء الخونة ولإزاحة هؤلاء الغزاة الصهاينة الأمريكان والإيرانيين والبريطانيين ومن لف لفهم. كل البلد يجب أن يستقل، كرامة الوطن فوق مسؤولية الجميع وفوق الكل، كل اعتبار. إذا استردينا كرامتنا واستردينا وطننا، هذا شعار ثورة تشرين كان، نريد وطن، يريدون وطنهم أخي، لذلك من حقهم الآن يعيدون ثورتهم. بس هذه الثورة لا تقتصر على ثوار تشرين، سوف يدخل التيار الصدري، تدخل القوى الوطنية، وأنا أحث بالاسم أحثها كل القوى الآن اللي عندها اعتراضات على العملية السياسية، أرجوكم أن تعيدون حساباتكم، لأنه أنتم صرتوا جزء من مرحلة خطيرة يجب أن الشعب العراقي يحاكمها. هؤلاء سوف يحاكمون، صدقني اللي قاله عمار الحكيم هذا صحيح ينطبق عليهم أولا، مثل ما حكم النظام السابق يجب أن يحاكمون. شنو قاعد أنت بقصر وجدك بحسن الحكيم ما كان عنده أكثر من 70 متر مربع في النجف، منين جبت هندني؟ منين جبت التيار الحكمة والإمكانيات والاستثمارات والعقود والصفقات؟ أنت ومن موجود الآن بالطغمة السياسية الفاسدة اللي استغلت غيبة مثل ما يقول لك يعني، أو غفلة التاريخ أن تجيبكم أمريكا وتخليكم على رأس السلطة في العراق. لذلك أقول على الشرفاء من العراقيين أن يتضامنون مع شبابنا، شباب الثورة، لإسقاط هذا النظام العميل البائس المتخلف الفاسد الفاشل كلهم، مو بس الحكومة. إحنا أسقطنا حكومة عادل عبد المهدي في وقتها لاعتبارات كثيرة، هذه ثورة تشرين أدتها في 2019، لكن الآن النظام كله يجب أن يسقط وتتشكل حكومة انتقالية وطنية مستقلة من التكنوقراط الشرفاء والعسكريين الشرفاء الوطنيين، أن تنتقل من البلد من حالة الفوضى وحالة الفساد وحالة الأمان الأجنبي إلى أن تركز قوتها على مرحلة انتقالية تعيد حسابات، أولاً تحل الميليشيات، تخرج القوات الأمريكية وحلف الناتو من العراق، أن البلد يستقل اقتصادياً سياسياً أمنياً عسكرياً، يعيد كتابة الدستور، ثم هاي المرحلة فعلاً سوف تشهد لحمة وطنية حقيقية يلتف الشعب العراقي حول هذه القيادة الجديدة التي فعلاً يجب أن تمنح ثقة كاملة بأنها قادرة، نزيهة، لم تلوث أياديها لا بدماء عراقيين ولا بالسحت الحرام.